زوجتي هي كيفاش نحبها انا؟ طيب ما كان طيب ما كان والله يا وليدي وقت هذا اللي جاني حب وحده رقيقه، وحده سمينه ما عندهاش زهر. تعجبني مرا سمينه يا اخي. هذيك هي اللي تشوفها انت شابه. هذيك هي اللي تشوفها شابه. سمينه تعييك يا من الاخر حتى هي معاها بزاف في كل تاكل لقاش ما تلقاش قدها يا مع كل احتراماتي لسمان قايتك. سمينه نوكلها ولا نلبسها؟ مويا مويا متوسطه ما سمينه رقيقه. هم يشينوا في رواحهم، جيب سمينه تشين روح اخر. علاش كاين مرا سمينه؟ كانت بكري كاين المرا شعرها حرش. يا خو تكون شابه الله الله ومسراره عندها لي كانت بوتي. الا تشوف فيها بابا غير زوجني يا الحب بابا هكذا بابا تكون ماشي دايره خمار. هادي ما تزيدش تعاودها. نكون برك انا شباب عليها بس اون كات تغلط نقولها انا شباب عليك. هذا ماك اللي يحبها نجيبها له اللي يحبها نديها رقيقه بس اون كات تغلط نقدر نضربها. ما نحبش وحده رقيقه. سمينه يا اخو شنو نحضر بها سمينه شويه نحذبحها اخو وحده نورمال انت تكون في الشباب. الله غالب هذه حياتي فاصبح نعيش معاها فهمني اخو. تكون بلوندا هكذايا عيني اكبر شابين. تكون عينيها شابين كدا منها نيفها ماشي كبير صغير. عينيها شابين ونيفها صغير. ايه زين شعر شاطيه كروجيه الله الله كيف هكذا راك فاهم. الاك تشوف فيها بابا غير زوجني يا الحب بابا. تقدر تكون مراه رقيقه وماشي شابه وتقدر تكون مراه سمينه وشابه. تقدر تكون وحده جايزه عليك سمينه بصح هي تعطيك وجهها تعطيك الاخلاق ديالها. الحب اعمى ما على بالك كبر دوك تحب وحده لا طايفين وقدامنا يا امي ربي يطيحك هكذا تعشق في وحده سمينه. سمينه بزاف. لا لا نحبها سمينه اخو. سمينه وجوزي بها الرجيم. واو نجي للرجيم مع الرجيم. الزوجه المثاليه لك كيف تكون؟ تكون متفاميليا انت ما تهمنيش انايا تكون انت كبير فاميليا تاع الدار. المراه تكون صالحه وخلاص هذا ما كان. كيفاش تربي لك ولادك؟ تكون تخاف ربي وبنت فاميليا وخت رجال. روجيه الله الله كيف هكذا. ما نحوش انا على لاطاي انا تهمني لا مونطاليتي لاطاي ما سيك ولاطاي شويه نحذبحها اخو. بنت فاميليا وعاقله واللي يطيع لك والديك واللي يطيعك انت ثاني واللي تخدمك وتخدمك من قلبها وتكون محافظه على دارها نقيه تنقي ولادها تنقي هذاك هو الصح يا